وإما أن يكون الإنسان إذا مات إما أن يبعث وإما أنه يستحيل بعثه، ليس هناك احتمال ثالث. إما هذا الإنسان الذي مات يحتمل أن الذي خلقه يستطيع أن يعيده، ويحتمل أن لا يستطيع أن يعيده. فما هو المانع من إعادته؟ يخبر صانع هذا العالم، قال: أفعينا بالخلق الأول؟ هل هو عجز بخلق الإنسان من اللا شيء حتى يعجز عن إعادته؟ هل الذي صنع الأجهزة الكهربائية أو السيارات أو هذه المصنوعات هل يستطيع أن يصنع مثلها مرة أخرى؟ الذي خلق هذا الخلق عندما أخبر أنه يستطيع أن يعيده ليس هناك مانع، لا من العقل